بسم الله الرحمن الرحيم أخوتنا المشاهدين، ونحن نتجول من داخل معرض السيارات بمدينة صرمان، وبالتحديد من داخل معرض المتميز، لنلقي نظرة على أسعار السيارات في هذا اليوم. أخوتي المشاهدين، ونحن نتجول من داخل معرض المتميز للسيارات، نلتقي بصاحب المعرض. ممكن تعرفنا باسمك؟ وليد خليفة ميلاد، مدينة صرمان. سيد وليد، مرحبا بك طبعا عبر قناة تبادل. بهذه الجولة طبعا نحب نعرف الأسعار في هذه المعرض بالتحديد، وطبعا يريد تعطينا الأسعار من وإلى، وكيف هو الأسعار، هل الأسعار طبعا في ارتفاع أم هي في انخفاض؟ بالنسبة للأسعار، في انخفاض في الأسعار هذا شيء أكيد. عندنا سيارات نازلة بالألاف، معناها مثلا عندنا البي ام هذه كانت من أيام وصلت ل 35,000، بعنا منهم حتى ب 35 و 34، تو ب 19.5 و 20. وعندنا الكيا اللي هذه الكرنز، هي الكرنز هذه كانت بأسعار ما فوق 30، تو ب 20. في من سيارات نزلت 10,000، ومن سيارات 5، والأسعار كويسة بإذن الله، كويسة والانخفاض. طبيعي جدا، انتم مربوطين اكيد طبعا بالدولار او ما يسمى بالعمله الاجنبيه. كيف تتعاملون مع الزبائن؟ هل تتم العمليه عن طريق البيع النقدي ام بالشيك المصدق؟ طيب، بالنسبه للبيع عندنا بالاثنين، بالشيك وبالنقد، وحتى لو بالشيك ما فيش ارتفاع في الاسعار. في من سيارات في نفس السعر بالضبط. الفيرا كروز نظام عائلي حديث ثلاث صفات، من 65 وصلت ل 67، تو حاليا ب 38 39، ثلاث كراسي حتى هي. عندنا هنا التويوتا الاف جي اللي هي المعروفه بالصحراويه، هذه كانت ب 80 82 وصلت حتى ال 100 وما فوق، تو حاليا سعرها 55,000 استيراد كندا، استعمال حتى 80% نظيف. التويوتا سيانا طبعا هذه بغلال اسعار الاسعاف، الاسعار زادت هل بدوت او ياخذوا في التويوتا يديروا فيها اسعافات، حتى هذه على طلب سيارة كويسه. هذه كانت حتيه ب 55 45، تو واصله 30 وراجع، الاسعار اللي هي نظيفه ب 30 وراجع. هي طبعا مرسيدس ام ال، هي سياره انيقه المانيه صنع بحليم، 37,000 هذه كانت اسعارها فوق ال 40. طبعا هذا استيراد جديد وكله جاي بالاسعار الجديده، الدولار اللي هو لما بالاربعه وبالاربعه وربع، هذه اسعار. ممكن تعرفنا باسمك؟ أكرم الله في شقيفة. سيد أكرم، أهلا وسهلا بك طبعا عبر قناة تبادل. نحن الآن في متابعة إلى معارض السيارات في مدينة صرمان، يمكن تحدثنا طبعا على خلال جولتك في هذا اليوم داخل المعارض، وتحدثنا طبعا عن السيارات وعن أسعار السيارات. مرحبتين. السيارات بالنسبة للمعارض كأسعار في مدينة صرمان متناول الجميع، أسعار كويسة متنافسة، أحسن من الأسعار يعني كمدينة طرابلس أو مدينة صبراتة، يعني الأسعار ممتازة ومتناول الجميع. وأنا توني نقلب في سيارة موديل حديث سعرها كويس، ومعرض المتميز هذا نتعامل معاه فيه مصداقية وثقة، ونتعامل مع المعارض أفضل من السوق السيارات من ناحية الثقة، ومن ناحية أنك أنت لأي ظرف تقدر ترجع للمعرض ولثقة صاحب المعرض. وبصراحة يعني تعاملوا معاه من قديم، يعني من فترة طويلة مش شوي. أخوي أكرم، طبعا ممكن تحدثنا احنا لماذا يتم التعامل مع المعارض أكثر من الأسواق الشعبية للسيارات؟ والله الأسواق الشعبية لما تأخذ منها السيارة الراجل ما تعرفش لا حوشة لا شيء، مرات تطلع مخنوبة، مرات تطلع الإجرام تاعها مش سليم، الإجرام مش مزبوط، والتوكيلات توا كلها مضروبة، قانون ما فيش، ما نقدرش نتعامل معها. لكن المعارض صاحب المعرض عنده فواتير وعنده مصداقية في الكلام، أي ظرف أي حاجة في الإجراء ترجع له، تقدر تتواصل معاه، تجيه للمعرض تفهم أنت وياه، يرجع لك، يتم التعامل معاه بكل مصداقية وما فيش أي إشكالية. أخوتي المشاهدين، كانت هذه جولة من داخل معرض مدينة صرمان للسيارات، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في متابعة أخرى إن شاء الله.